أما الأمر الأول فهو مرور ذكرى رحيل علم من أعلام الإسلام وانتقال داعية من أبرز الدعاة إلى الله تعالى وغياب رجل عظيم من رجال التصوف إنها ذكرى رحيل المرشد والداعية الكبير والمصلح الاجتماعي الشهير شيخنا ووالدنا ومربينا شهيد الحرمين فضيلة الشيخ محمد الخزنوي طيب الله ثراه وجعل الجنة نزله ومأواه ففي مثل هذا اليوم في 19 من رمضان سنة 1426 هجرية فقد العالم الإسلامي علما من أعلامه وخسر قامة من قامات الدعوة إلى الله تعالى لقد كان حقا من أفضل العلماء العاملين ومن خيرة المرشدين المخلصين لكنني أقول يا إخوة والله لقد أصبحنا اليوم نحن المسلمين ومع الأسف الشديد في ذيل القافلة البشرية بعد أن كنا رأسها قرونا طويلة بعد أن قدنا الحضارة قدنا الحضارة البشرية حينا من الزمن أقمنا حضارة ربانية أيها الناس حضارة إنسانية أخلاقية عالمية اجتمع فيها العلم والإيمان تكامل فيها نور الوحي ونور العقل لقد كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في العالم كانت الجامعات الإسلامية هي محط رحال طلاب العلم من أوروبا وغيرها كانت الكتب الإسلامية من شتى العلوم هي مراجع الدارسين في أنحاء الدنيا كانت أسماء علماء المسلمين ألمع الأسماء في عالم العلم فبعد أن أدى مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك صائما وفي طريق عودته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وعلى مشارف مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبيل غروب الشمس بقليل حيث لم يزل ذلك الجسد الشريف مرتدياً إحرامه يستمع إلى آيات من الذكر الحكيم عبر مسجل السيارة في ذلك الجو الإيماني الصادق ومع ذلك الصفاء الروحي اللطيف حنت تلك الروح الطاهرة إلى لقاء ربها الكريم وجذبتها الأشواق إلى اللحاق بالرسول الرحيم فلبت دعوة ربها واستجابت لنداء خالقها فعرجت تلك النسمة المباركة إلى الرفيق الأعلى وصعدت إلى بارئها جل جلاله تحفها العناية الربانية وتحيط بها هالة ملائكية
فيا لها من خاتمة حسنى، ويا له من مقام أسنى، وما ذلك على الله بعزيز، في حق من نذر نفسه وماله وكل ما يستطيع في سبيل الله تعالى. نعم يا إخوة، والله كنا سادة الدنيا حينما كنا متمسكين بديننا، متمسكين بأخلاقنا، بقيمنا، بثوابتنا، بعقيدتنا. إن الناظر في مسار التاريخ الإسلامي في وسائل النصر وأسباب الهزيمة، في مصادر القوة وأسباب الضعف، ليجد أننا ننتصر ونقوى ونعز ونسود وننال الرخاء، ننال الازدهار حينما نعتنق ديننا، حينما نتمسك بشريعتنا، حينما نسير على أوامر الله جل جلاله، ونبتعد عن منهيات الله سبحانه وتعالى، ونضعف ونذل ونهزم ونصبح لقمة سائغة في أفواه الأمم يوم نبتعد عن شرع الله جل جلاله، لما ننحرف عن أحكام الله جل جلاله. وقضى حياته المباركة في طريق الدعوة إلى الله تعالى بكل حزم وصدق وإخلاص، يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويترجم أقواله بحسن سيرته وجميل صبره واستقامته على الشرع واعتدال منهجه وحبه للناس وكريم أخلاقه. فكان له من حب الناس الحظ الوفير، ومن مكانته في قلوبهم القدر الكبير. ولقد وعد الله تعالى أمثال هذه النخبة من عباده المؤمنين بالقرب منه تعالى والمحبة لهم ورفيع المنزلة عنده، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرى. انظروا يا إخوة أيام الراشدين، انظروا أيام عمر بن عبد العزيز، انظروا أيام الرشيد والمأمون، انظروا أيام صلاح الدين. كلما وجدت اقترابا من الإسلام الحقيقي وجدنا القوة، وجدنا العزة، وجدنا النصر، حتى إذا تركنا ديننا أيها الناس تركنا الله عز وجل جل جلاله وأوكلنا إلى أنفسنا. وإذا أوكل الله امرا إلى نفسه والله فهيهات هيهات أن يحقق له النصر أو يتيسر له النجاح والفلاح. وإننا اليوم نناجي شيخنا فنقول: اهنأ أيها الشيخ الجليل قرير العين في جوار ربك، ونم هادئ البال مطمئنا في رضوان خالقك،
فمهما تعاقبت الليالي والأيام ومهما توالت السنون والأعوام فإنك يا والدنا ويا شيخنا لم تزل حاضرا في قلوب أبنائك ومريديك ماثلا في خيال أتباعك ومحبيك موجودا معنا في نهجك السامي تعيش فينا بمحاسنك الكريمة تحيا بيننا بآدابك العظيمة وإن الذين ائتمنتهم على حمل آداب طريقتك من أبنائك وعلمائك ومريديك لا يزالون للعهد حافظين وللأمانة صائنين وعلى طريقك سائرين فها هي آدابك في العالم تزداد انتشارا وها هي مدارسك تخرج كل عام مئات العلماء العاملين وها هي مقارئ القرآن الكريم تهدي للأمة مئات الحفظة لكتاب الله كل حين وها هي مضافاتك وتكاياك مشرعة الأبواب تستقبل آلاف الوافدين الذين يؤمون أعتابك بقصد تعلم أمور الدين أرجو الله تعالى أن يزيدنا من فضله وكرمه وأن يثبتنا ويتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الشاكرين وأن يرفع درجات شيخنا وأن ينزل عليه شآبيب رحمته ورضوانه وأن يتغمد من رحل معه من أهل بيته برحمته الواسعة وأن يوفقنا جميعا للسير على آدابه بصدق وإخلاص وأن نحافظ على هذا الثوب الأبيض فلا ندنسه وربنا على كل شيء قدير. فلا حل يا إخوة لمشكلاتنا إلا بالعودة إلى شريعتنا والعمل بهذه الشريعة ولا نجاح لنا ولا فلاح لنا إلا بمزاحمتنا لركب المربين من العلماء العاملين فإن الذي يصنع الإنسان الإنسان السوي النافع هو التربية المرتكزة على آداب السلف الصالح على سيرتهم العطرة إن الذي يصنع الإنسان المثالي هو التربية المستمرة هو التوجيه الدائم هو الارتباط الدائم بالقدوة الحسنة بالحب الصادق بالتقيد بما نسمع من مواعظ ونصائح بملازماتنا لحلقات الذكر بملازماتنا لحلقات الصحبة